نحن في الخطوط الأمامية لجبهة مريس شمال محافظة الضالع حيث دارت يوم أمس في هذه المنطقة التي تشاهدونها أمامكم اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع كما تشاهدون في الصورة جبل ناصة المطل على قرى غرب مريس وقرى شمال مريس تحاول ميليشيات الدخول إلى مريس عبر هذه المناطق لكن تلجأ إلى قنص المدنيين واستهداف المنازل وكما في هذه المنطقة منطقة يعيش تسمى منطقة الموت حيث يتم استهداف المارة ممن, ممن تتعطل عليهم سياراتهم يتم استهداف الكثير من المدنيين في هذه المنطقة التي تقع بمنطقة التماس بين منطقة العرفاف وأيضا مواقع يعيش ومواقع المقاومة في الجهة الشرقيه هكذا هي الميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع حينما تعجز عن دخول منطقه مريس تلجا باستهداف المدنيين والابرياء وخاصه الذين يقطعون الطريق الرابط بين العرفاف ويعيس محمد مريسي قناه بلقيس محافظه الضالع